اللي صعيب في الحاله انا دائما كنقولوا، وانا شخصيا كنت دافعت عليها مرارا وتكرارا، بان قلت بان بدر بانون كان خصو يكون في ليكيب ناسيونال بريمير. علاش؟ عنده امكانيات كبيره، وما بغيتش نعطيت اسماء اللي بدر بانون احسن منهم كثير. تصور هاد اللقطه اللي صادمه اللي شفناها البارح وكانت مع الفريق الوطني. نعم. غتكون كارثه حقيقيه. بيانشو. علاش؟ لان انت كتلعب مع المنتخبات الوطنيه، كنت عميد ديال الفريق الوطني المحلي. هذا الدور راه كيفرض عليك مجموعه ديال الاشياء اللي خصك تلتزم بها. الهدوء، الرزانه، تدخل في الوقت المناسب، حل المشكل اللي كان حاصل في الوقت المناسب، ولكن تكون انت اول واحد كيرياجي بهذيك الطريقه. اسمح ليا. نعم. اسمح ليا، ما يمكنش ما نقبلهاش نهائيا، وخص اداره الرجاء انها دير اجراءات لتحد من هذا التهور هذا. ثانيا للصوره اللي صادمه كذلك، والتصفيق ديال الجمهور. اسمحوا لي، واش هاد الناس، انا ما عرفتش، صحيح بانه لعاب ديال الفريق كيعشقوه كيبغيوه كيدافعوا الفريق، ولكن ماشي بهذا وكيتقاتل على الفرقه فعلا. ما كاينش مشكل، ولكن راه كتقاتل الفرقه، وبعض المرات كتحرم الفرقه. بيانشو. تصور ما عرفتش الاجراءات اللي تقدر تخاض في هذه الحاله، لان الصوره كانت فعلا مرفوضه. ثانيا وغادي يكون سيغتيرمون غابور ديال الحكم، حيتاش حنا شفنا هذيك اللقطه فاش بدر بانون كيجري. راه ما كانش غير بانون، نعم. كيتبع اللاعب، راه لاعب اخرين. فعلا وجب الله تدخل الطاقم التقني ديال الفريق، زعما شفنا يوسف فرتوت كيوقف وكذلك. وهو الغريب في الامر كنشوفوا اللعابه ما بيناتهم كيتناقروا وكاين مناوشات، في حين قبل من بدايه المواجهه شفنا يوسف فرتوت كيفاش كيتعانق هو وطلال القرقوري وكذلك هشام ابو شروان. يعني كاينه صوره اللي زوينه جوست ابخي، يعني من بعد نهايه الماتش كنشوفوا صوره اللي تصوري معايا الدنيا، تصوري معايا والحمد لله اللي ما وقعتش. كون بانون وصل على 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 على, على الكول، اش غادي يدير؟ غادي يضربوه. كون وصل عليه في لاكوش مي كان كيجري، كون وصل عليه راه اوغوزمون اللي ما وصلش عليه اللي ما جبتوش. بيان سور راه كانت غتكون كارثه.